السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه احبابي واصدقائي ومتابعين تامر التوني على قناتكم فيلسوفا مع التوني؟ بإذن الله يا شباب، النهاردة هنبدأ نراجع الباب الثالث منطق. الباب الثالث منطق اللي هو بيتكلم عن حاجة اسمها التكامل بين الاستقراء والاستنباط. ناس كتير جدا شايفة الباب دوت صعب، ناس كتير جدا في حاجات واقفة قدامهم في الباب ده، بس انا هبسطها لكم بطريقه ان شاء الله جميله وباذن الله هتعجبكم. بس عايزك لما تسمعني دلوقتي تنسى اي حاجه او ترمي اي حاجه، عايزك تستمتع بالباب الثالث، عايزك ما تفكرش في اي حاجه غير اللي انا هقوله دلوقتي. مش عايزك تبقى قاعد كده بتسمعني وحضرتك مجبر. اسمع بقى من الباب الثالث. بص يا معلم، احنا النهارده باذن الله هنحل أسئلة نظام حديث على الباب الثالث، وفي نفس الوقت أنا هشرح لك الباب الثالث. ركز معايا. الباب الثالث بيتكلم عن حاجة اسمها التكامل بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي. طبعا يا شباب، احنا خدنا في الباب الأول حاجة اسمها استقراء، تمام، خدنا في الباب الثاني حاجة اسمها استنباط، تمام. طب الاستقراء في الباب الأولين دوت كان اسمه ايه؟ كان اسمه المنهج الاستقرائي التقليدي، أو اسمه المنهج التجريبي اللي هو بيعتمد عليه. قال لك بيعتمد على ملاحظة ثم تجربة ثم فرض ثم قانون. يعني المنهج الاستقراء التقليدي اللي هو اسمه المنهج التجريبي كان بيعتمد في البداية على الملاحظة، تمام. طب الاستنباط خدناه في الباب الثاني. طب يعني ايه استنباط؟ قال لك تفكير عقلي مجرد. استنباط يا شباب عبارة عن تفكير عقلي مجرد، بستخدم المنهج الاستنباط دوت في العلوم الرياضية والمنطقية. أما الاستقراء فبستخدمه في حاجة اسمها العلوم الطبيعية اللي هي بتعتمد على التجربة والمشاهدة والملاحظة، زي الفيزياء، زي الكيمياء، زي الأحياء، زي الفلكاء. العلوم دي كلها اللي هي أصلا بتعتمد على التجربة. تمام يا مستر. طب إيه بقى النقطة الفاصلة في الباب الثالث، أو إيه الحتة اللي إحنا هنتكلم عنها كتير جدا 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 في الباب الثالث يا شباب؟ هنتكلم عن حاجة اسمها الفرض الاستنباطي. الفرض الإيه؟ الاستنباطي، يعني الفرض اللي بيعتمد على التفكير العقلي المجرد. طب الفرض ده احنا اتكلمنا عنه في الباب الاول. خلي بالك، لازم حضرتك تبقى ايه؟ تبقى مذاكر الباب الاولاني، عشان هنعمل حبة مقارنات ما بين الباب الاول والباب الثالث. فالباب الثالث بيتكلم عن حاجة اسمها فرض استنباطي او فرض صوري. الباب الثالث بيتكلم عن حاجة اسمها فرض ايه؟ استنباطي او فرض ايه؟ صوري. طب تمام يا مستر. بص يا باشا، في الباب الاولاني في المنطق اتكلمنا عن حاجة اسمها تفسير الفايدة من المنهج التجريبي، اللي هو كان بيفسر الظواهر. كان بيعمل يا شباب، قال لك كان بيفسر الظاهرة. يعني ايه بيفسر الظاهرة؟ قال لك يعني لازم الظاهرة تبقى قدام عينيك عشان يبدأ يفسرها. يبدأ ايه؟ يفسرها. يعني هو بيفسر ظاهرة أصلا موجودة، زي اللي عمله نيوتن. نيوتن كان قاعد تحت الشجرة وهيبة وقعت عليه التفاحة، فبدأ يفسر الظاهرة. الظاهرة يا شباب كانت قدامه، فأخضع تلك الظاهرة لحاجة اسمها ملاحظة وتجربة ومشاهدة، ووصولا لحاجة اسمها قانون. يبقى هنا ركز معايا، نيوتن كان هو أول واحد يفسر الظاهرة بتاعة الجاذبية الأرضية. عشان كده المنهج الاستقرائي التقليدي هو منهج بيعتمد على الخطوة الأولى. بيعتمد على الايه؟ الخطوه ايه؟ الاولى. يعني نيوتن اول واحد يوصل لحاجه اسمها قانون الجاذبيه الارضيه. ارشميدس اول واحد يوصل لحاجه اسمها قانون الطفو. فهنا بيعتمد على الملاحظه ثم التجربه ثم الفرض ثم حاجه اسمها قانون. طب المنهج اللي هو الجديد ده يا مستر تامر، اللي هو بيتكلم عن حاجه اسمها الفرض الاستنباطي، هل يفسر الظاهره؟ لا، مش بيفسر. امال بيعمل ايه؟ قال لك بيتنبأ بالظاهرة، لأن في بعض الظواهر الجديدة اللي حصلت العلماء مش بيقدروا يشوفوها بعينيهم. ليه يا مستر مش بيقدروا يشوفوها بعينيهم؟ لأن الحاجات ديت لا تخضع للإدراك الحسي. لا تخضع للإدراك الحسي. طب زي إيه يا مستر؟ زي مثلا الطاقة، زي الكهرباء اللي ماشية في السلك. لو انت اتكهربت من سلك عريان كده، هل انت بتشوف الكهرباء؟ لا. زي مثلا دوران الالكترون حول النواه، انت بتشوفه؟ لا. ايه اللي بيحصل يا مستر توني؟ انت بتوصف الظاهره، بتصف تلك الظاهره،
تصل تلك ايه الظاهرة. يبقى هنا لما المنهج بدأ يتطور، بدأ العلماء يطرقوا المنهج الاستقرائي التقليدي اللي هو كان بيبدأ بالملاحظة، وبدأوا يعتمدوا على حاجة اسمها منهج جديد اللي هو بيعتمد على حاجة اسمها الفرض الاستنباط. طب يا مستر تامر معلش، ايه الميزة بتاعت المنهج الفرض الاستنباطي؟ اقول لك يا بيه، الميزة بتاعته ان هو جمع ما بين، ركز، جمع ما بين الاستقراء والاستنباط، حطهم في منهج واحد. طب ايه الميزة التانية؟ قال لك ان هو خطوة تانية. خطوة ايه؟ قال لك خطوة تانية. طب في خطوة اولى؟ قال لك العلماء يا باشا، نيوتن وارشميديس وبنجامين فرانكلين والناس دي كلها، لما توصلوا لحاجات معينة او نظريات علمية او فروض علمية، كانوا خطوة اولى، كان اول ناس يكتشفوا الايه الحاجات ديت. طب الفرض الاستنباطي بيعمل ايه يا مستر تامر؟ قال لك لا، ده المنهج الفرض الاستنباطي بيجي يجمع الفروض دي كلها وبيدرسها كلها مع بعض كخطوة تانية. كخطوة ايه تانية. دي مقدمة بسيطة كنت حابب اتكلم فيها عن الباب التالت عشان تفهم معايا الباب التالت. ركز معايا بقى يا باشا. بص، اول سؤال يقول لك ايه؟ يقدم تفسيرات موضوعية تفوق ما تقدمه الانشطة الفكرية الاخرى اللي هي التجارب. هل اللي بيقدم ده الفلسفة ولا العلم ولا الدين ولا المنطق؟ طبعا يا شباب انتوا عارفين ان العلم من اهم مميزات العلم ان العلم موضوعي. يعني ايه يا مستر موضوعي؟ يعني العلم محايد. طب يعني ايه يا مستر محايد؟ قال لك لا يعتمد على الرغبات والاهواء والشهوات. يعني العلم لا يعتمد على العاطفة. طب مين اللي بيعتمد على العاطفة؟ قال لك الفلسفة والدين والفن والسياسة. الحاجات دي كلها عبارة عن وجهات نظر فردية ووجهات نظر شخصية بتعتمد على آراء الأشخاص. أما العلم لأ، العلم ما يعتمدش غير على حاجة واحدة اسمها التجربة. عشان كده العلم دوت موضوعي. لما أجي أقول لك مثلا أنا معايا عربية همشيها بالمية بدل البنزين، هتقول لي لأ أنا مش هقبل الكلام دوت غير إيه؟ لما أعمل حاجة اسمها تجربة. بص يا بيه هنا، ركز معايا في المزامة ديت. المفهوم المعاصر للعلم يقول لك العلم في فهم العالم يختلف عن الفلسفة. يعني العلم بيبقى مختلف عن الفلسفة، عن الدين، عن الفن، عن الأدب. ليه؟ لأن العلم تجريبي، العلم موضوعي. ليه بقى؟ وذلك لأن العلم يقدم تفسيرات مالها موضوعية. يعني يا شباب كلمة تفسيرات موضوعية يعني تفسيرات محايدة لا يعتمد على الرغبات والأهواء والأشخاص. وذلك لأن العلم يقدم تفسيرات موضوعية تفوق ما تقدمه الأنشطة الفكرية الأخرى اللي هي الفلسفة أو الدين أو الفن أو الأدب. لأن العلم بيعتمد مثلا على التجارب. مثال، العالم لا يعتمد على وجهات النظر. مين اللي بيعتمد على وجهات النظر؟ الفلسفة والدين والفن. أما العالم بل يعتمد على التجربة. فإذا سألت عالم هل يمكن أن تسير السيارة بالماء، فيقول لابد أن أجري التجارب لأتأكد من ذلك. يبقى هنا لما تيجي تسأل عالم هل السيارة بتمشي بالمية، يقول لك لا الكلام ده تفكك منه، أنا لازم أعمل حاجة اسمها تجربة. عشان كده يا شباب العلم بيمتلك قيمة. طب إيه هي قيمة العلم يا شباب؟ يقول لك العلم صرح من المعرفة شيده العلماء عبر القرون. العلم عبارة عن ايه؟ صرح من المعرفة شيده العلماء عبر القرون. يعني مثلا نيوتن توصل لنظرية، جه بعد جه مثلا يعني ارشميدس عمل استفاد من كلام نيوتن وبعد كده عمل نظرية، جه بعد جه مثلا بنجامين فرانكلين استفاد من نيوتن واستفاد من ارشميدس، جه واحد في العلم المعاصر اسمه تورشيلي استفاد من الناس دي كلها وجمع ودرس الايه الفروض دي كلها بطريقة مجمعة في المنهج الفردي مثلا استنباطي. فالعلم او العالم يبدأ من حيث انتهى الاخر. العالم بيبدأ من حيث انتهى الاخر. يعني العلم بيكمل بعضه. العلم بيكمل ايه بعض؟ يبقى هنا العلم هو عبارة عن صرح من المعرفة شيده العلماء عبر القرون. بعد كده العلم هو سبب التطورات التكنولوجية، وسبب في ارتقاء حياة الانسان، وسبب ان اعمار البشر بيزيد. سبب كمان يا شباب ان عمر الانسان بدأ يزيد. يعني زمان مثلا كان بيقولوا مثلا انفلوزة كان بيموت. دلوقتي علاج الانفلونزا تاخد برشامية تحت لسانك وانسى الدنيا، الموضوع انتهى. فالعلم بدأ ايه يتطور، فبدأ برضه يرتقي في حياة البشر. اهم نقطة يا شباب ان العلم موضوعي. ليه العلم موضوعي؟ لان العلم عقلاني. ليه العلم عقلاني؟ لان العلم محايد. ليه العلم محايد؟ لان العلم لا يتأثر بالرغبات والشهوات والنزوات واي حاجة تانية. عايزك تهدى على نفسك وتستمتع بالمنطق.
بص يا باشا، يبقى هنا يحوز العلم على قيمة كبرى بسبب، لأن واحد العلم صرح شيده العلماء عبر ليه القرون، اتنين هو سبب التطورات العلمية والتكنولوجية، كمان يظهر مواهب البشر في أعلى وأرقى مستوياتها، كمان يتمتع بمنهج علمي يتميز بحاجة اسمها موضوعية اللي هي العقلانية للوصول إلى المعرفة، لأن العلم عاوز يوصل بيك لحاجة اسمها معلومات انفورميشنز. خش بقى على الأسئلة ونكملها، تمام؟ دي كانت مقدمة برضو عن الباب الثالث بس مهمة جدا يعني. بقول لك هنا السؤال رقم 2 يحوز على قيمة كبرى بسبب صرح المعرفة الذي شهده عبر القرون، هل الفلسفة، هل العلم، هل الدين، هل المنطق، ايه اللي له قيمة؟ ايه اللي العلماء ايه شيدوه عبر القرون؟ اهو يا شباب لسه قايلها يا شباب، اهو العلم عبارة عن ايه؟ صرح من المعرفة شيده العلماء عبر القرون، فهنختار هنا يا شباب ايه اللي بيحوز؟ هنختار العلم. طيب السؤال رقم 3 هو سبب التطورات العلمية والتكنولوجيا الحديثة التي جعلت أعمار البشر وحياتهم أيسر، هيبقى طبعا هنختار العلم، تمام. يظهر مواهب البشر في أعلى وأرقى مستوياتها في جميع المجالات، هنختار طبعا العلم، تمام. يتمتع رقم 5 يتمتع بمنهج علمي يتميز بالموضوعية والعقلانية للوصول إلى المعرفة، طبعا هيكون العلم. يعتبر موضوعيا خالصا متحرر من المحاباة يعني العاطفة أو التحيز، يعني هو لا يتحيز طبعا الفلسفه ولا العلم التقليدي ولا الدين ولا المنطق، العلم التقليدي. ليه العلم التقليدي؟ بص لما اجي اقول لك علم تقليدي يبقى انا بتكلم عن الباب الاول، تاني لما اجي اقول لك علم تقليدي يبقى انا هنا يا شباب هتكلم عن ايه؟ عن ايه؟ عن الباب، عن الباب الاول، لان الباب او العلم في الباب الثالث اسمه علم معاصر، هو بيعتمد على الفرض الاستنباطي. وما تقلقش هشرح لك جزئية جزئية أثناء المراجعة، يا ريت ما تفوتش أي مراجعة، يعني دي مراجعة الباب التالت أنا هرقمها لك نمبر 1، وهتخش كده على حاجة اسمها قوائم التشغيل هتلاقي كل باب، كل باب في قائمة لوحده، تمام؟ تمام. لا يقضي على أي سلطة بخلاف سلطة المنهج التجريبي. تعالى بقى، تعالى بقى، تعالى بقى، تعالى لي كده بظهرك. لا يقضي لأي سلطة بخلاف سلطة المنهج التجريبي. بص يا باشا، مش انا قلت لك ان الباب دوت عباره عن مقارنه، عباره عن مقارنه ما بين الباب الاول والباب الثالث. طيب في الباب الاول العلم كان اسمه منهج تقليدي، اما الباب الجديد دوت اسمه علم ايه؟ منهج معاصر. طب تعالى بقى كده عشان نعرف نجاوب على السؤال دوت. بص يا باشا، هنا التكامل اهو الموضوع الثالث، التكامل بين المنهج الاستقرائي والاستنباطي، في مقارنه يا شباب هنا ما بين النظره التقليديه والنظره المعاصره، في عندي مقارنة ما بين النظرة التقليدية والنظرة الايه المعاصرة كده، شايفينها؟ شايفينها، تمام. هنا هقارن ما بين العلمين من خلال 3 حاجات، اول حاجة طبيعة، تاني حاجة غرض، تالت حاجة فرض. اهي اهي، ايوه انت ركز معايا في الحتة اللي جاية، انا عايز افيدك، ركز بالله عليك. بص يا بيه، هنا هنقارن ما بين بقى ايه، قال لك مفهوم العلم بين النظرة التقليدية، كلمة نظرة تقليدية يعني العلم زمان، يعني العلم بتاع نيوتن، العلم بتاع ارشميدس، العلم بتاع بنجامين فرانكلين، العلم بتاع جون ستورت، العلم بتاع الناس ديت اللي هو بيعتمد على الملاحظه والتجربه والمشاهده، و اللي هو بيعتمد على المنهج التجريبي، اللي هم الناس دي كانت بتقول لك ايه او بيبص يقول لك ايه، اي حد بيستخدم علم غير المنهج التجريبي مش علم، مش عالم. يعني اي حد هيستخدم علم غير العلم اللي احنا بنستخدمه هو مش عالم. ركز معايا، بص بقى، بص بقى، بص هنا هنقارن اول حاجه من خلال حاجه اسمها الطبيعه. بيقول لك عندي منظور تقليدي اهو، وعندي علم من المنظور المعاصر. الموضوع العلم بقى من المنظور التقليدي، اول حاجه كان موضوع لسه قايلها اللي هو كان ايه، محايد، يبتعد عن حاجه اسمها تحيز، يعتبر اهو يعتبر العلم موضوعيا خالص من اي متحرر من المحاباه او التحيز، يعني هو لا يعتمد على العاطفه، تمام. بص بقى في الحته دي، فلا يخضع العلماء لاي سلطه بخلاف سلطه المنهج التجريبي، يعني نيوتن وارشميدس وبنجامين فرانكلين وروزا فورد والناس دي كلها كانوا بيعتمدوا بس على المنهج التجريبي. طب المنهج التجريبي ده يا شباب كان بيبدا بايه؟ قال لك بيبدا بالملاحظه والتجربه والفرض والقانون. طب افترضنا ان مستر تامر التوني اعتمد على منهج تاني غير المنهج ده، لا انا مش عالم بالنسبه لهم، انا كده بالنسبه لهم، لا انا كده اخترقت القواعد بتاعتهم، يعني هم حطوا لنفسهم قواعد، فهم بيعتبروا اي انسان هيستخدم اي منهج غير المنهج ده مش عالم. عشان كده يقول لك ايه، فلا يخضع العلماء، بص صحيح، فلا يخضع العلماء لاي سلطه بخلاف سلطه المنهج التجريبي، يعني اي عالم عشان يبقى عالم لازم يعتمد على المنهج التجريبي ده. بص بقى اهو رقم 3، يستخدم العلماء المنهج التجريبي الاستقرائي التقليدي.
استخدم العلماء المنهج الاستقرائي التقليدي اللي هو بيعتمد على ايه؟ قال لك اهو المتمثل في الملاحظه والفرض والتجربه بهدف ايه بقى؟ قال لك بهدف الوصول الى قوانين. مالها القوانين دي؟ بص بقى في الحته دي مهمه قوي قوي قوي. قال لك القوانين التي تفسر، اهي انا كلمت لك عليها، التي تفسر الظواهر. مش انا قلت يا باشا ان نيوتن لما كان قاعد تحت الشجره وهيبه ومسك التفاحه بياكلها، وقعت التفاحه قصدي عليه، فبدا يمسك التفاحه ويعمل تجربه، فالظاهره اللي كانت قدامه ديت هل هي ظاهره تخضع للادراك الحسي ولا لا تخضع للادراك الحسي؟ يعني التفاحه ديت زي الكهرباء، زي الكهرباء كده؟ لا، الكهرباء مش بشوفها، بس التفاحه انا شفتها. يبقى هنا انا هبدا افسر الظاهره اللي هي اصلا حصلت قدام عينيا. هنا يا شباب انا هبدا افسر الظاهره اللي حصلت ايه قدام عينيا. بص بقى يا معلم، يبقى هنا ده المقصود بكلمه تفسير. يبقى المنهج التقليدي كان بيفسر الظواهر ليه قدام عينيه. ها نرجع تاني معلش. ها العلم من المظهر التقليدي، العلم موضوعي. اول حاجه موضوعي يعني يبتعد عن المحاباه، الحمد لله الحمد لله. اتنين، فلا يخضع العلماء لاي سلطه بخلاف المنهج التجريبي. يعني اي عالم هيعتمد على منهج غير المنهج التجريبي اللي هو بيعتمد على الملاحظه، اللي بيعتمد على الفرض، اللي بيعتمد على التجربه، مش عالم من وجهة نظره. ليه بقى؟ لأن المنهج ده بيعتمد على تفسير الظواهر. المنهج ده بيبدأ ايه؟ يفسر الظاهر. يبقى ده اسمه العلم من المنظور التقليدي. نرجع كده للسؤال بتاعنا، بيقول لك ايه؟ ها لا يخضع لأي سلطة بخلاف سلطة المنهج التجريبي. ايه العلم الذي لا يخضع لأي سلطة بخلاف سلطة المنهج التجريبي؟ هيكون العلم التقليدي. ليه العلم؟ ليه يا شباب؟ ليه استخدمنا العلم التقليدي؟ اهو اهو يا شباب، اهو يستخدم العلماء المنهج الاستقرائي التقليدي. طب ناخد المقارنه ديت برضو معاها. طب العلم من المنظور المعاصر، يعني العلم الحديث بقى، العلم اللي هو بيعتمد على الفرض الاستنباطي. بص بقى، لم يعد نمبر 1، لم يعد المنهج الاستقرائي التقليدي اللي هو بتاع مين؟ نيوتن، ملائم للبحث العلمي المعقد. ليه لم يعد ملائم؟ لان العلم تطور، لان الحياة تطورت، لان ظهر حاجة اسمها طاقة، ظهر مجموعة من الاشياء لا تخضع للادراك الحسي مثل دوران الالكترون حوالين النواة. فانا مش شايفه، ركز معايا، فانا مش شايفه، فلازم استخدم حاجه اسمها فرض استنباط. افترض فرض في دماغي الاول، يعني اتخيل فرض في دماغي الاول، وبعد كده ركز معايا هعمل تجربه وملاحظه، بس التجربه والملاحظه اللي انا هعملها هتكون على النتيجه وليس الفرض، ولما نيجي لها هنشرحها لكم الحته دي. بص يا بيه، لم يعد المنهج الاستقرائي التقليدي ملائم للبحث العلمي المعقد، لان ظهر علوم معقده زي الطاقه، زي الالكترون، زي الكهرباء، زي ضغط الهواء، زي ضغط الميه. الحاجات دي كلها ما بشوفها، بس بعرفها من خلال الآثار المترتبة. بص يا بيه، لذا لجأ العلماء إلى استخدام المنهج الفرض الاستنباطي. استخدموا حاجة اسمها فرض إيه؟ استنباطي، اللي هو بيعتمد على التفكير العقلي المجرد. طب إيه الميزة بتاعت المنهج الفرض الاستنباطي؟ قال لك ده في ميزة كده. ايه هي يا باشا؟ قال لك ده المنهج ده بيعمل حاله من حالات التكامل، يعني جمع ما بين منهجين، قال لك المنهج الاستقرائي والمنهج الايه؟ الاستنباطي. وصلت الفكره؟ وصلت الفكره. طب نكمل المقارنه عشان نحل الاسئله اللي جايه، ايه رايكم؟ تمام. بص يا باشا، هنقارن مثلا من خلال الغرض. بص الغرض بتاع بقى ايه؟ المنهج الاستقرار التقليدي. يقول لك ايه؟ يهدف المنهج الاستقرار التقليدي اي يتمثل في العثور على القوانين والنظريات. يعني المنهج القديم ايه الهدف بتاعه؟ قال لك الوصول الى قوانين ونظريات. يعني مثلا نيوتن توصل لحاجه اسمها قانون الجاذبيه الارضيه، ارشميدس توصل لحاجه اسمها قانون الطفو. يبقى الهدف بتاعهم الوصول الى نظريات. فهمتها؟ طب تمام. قال لك ايه؟ اتنين، قال لك المنهج بصورته التقليديه، يعني المنهج القديم ده، يهدف الى اختبار الفروض. اختبار الفروض، الحته دي مهمه قوي قوي قوي. اختبار الفروض يا مستر توني. المنهج، بص بقى في الحته دي، المنهج بتاع الباب الاول كان بيعتمد على حاجه اسمها تصديق الفرض العلمي، او التحقق من صدق الفرض العلمي. لو تفتكروا كده معايا الواد جون ستورت ميل لما عمل حاجه اسمها طرق اختبار، او طرق تحقق من ايه؟ من الفرض.
عمل كم طريقة؟ عمل خمسة. أول حاجة الجمع، ثم ليه الاختلاف، ثم ليه ها الجمع قصدي الاتفاق، ثم الاختلاف، ثم الجمع بين الاتفاق وليه والاختلاف، ثم التلازم في ايه في التغير، ثم اخر طريقه اسمها طريقه ليه الباقي. صح ولا مش صح؟ يبقى هنا جون ستورت ميل كان بيعمل، قال لك كان بيختبر صدق الفرد. بيختبر ايه يا مستر؟ صدق الفرد. بيختبر صدق الفرد عشان الناحيه التانيه هيختبر تكذيب الفرد. ركز معايا قوي قوي، الباب ده محتاج موف ذا مايند، حرك عقلك. يبقى هنا يهدف المنهج الاستقرائي يتمثل في العثور على القوانين والنظريات، يعني هو يكون كمان ايه اول واحد يحصل على النظريه والقانون، يعني نيوتن اول واحد يحصل على قانون الجاذبيه الارضيه، ارشميدس اول واحد يحصل على قانون ايه يا مستر؟ الطف. طب تمام، المنهج بصورته التقليديه يهدف الى اختبار الفروض، يعني هو بيختبر، وعايز يقول لك كده بس اتكسف منك، هو عايز اقول لك ان هو بيعتمد على اختبار صدق الفرد، اختبار صدق الفرد. تمام، لذا بقى يرتكز على مبدا السببيه. مبدا السببيه بيقول لك ان في حاجه اسمها سبب وحاجه اسمها مسبب، في حاجه اسمها عله وحاجه اسمها معلول. فاكرين انتوا الشرط الضروري والشرط الكافي؟ في حاجه اسمها شرط ضروري وشرط كافي، في حاجه اسمها عله وايه ومعلول. ها علة الحرارة الحرقة مثلا، علة الحرقة الحرارة، ماشي. لذا يرتكز على مبدأ السببية وارتبط بالطرق الكمية، يعني لازم يبقى دقيق جدا 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 في اجراء الايه البحوث اللي بتعتمد على ايه على التجربة. طيب نروح للمنهج التاني، قال لك بقى بص بقى في الحتة دي، قال لك في المنهج العلم المعاصر، في المنهج الفرد الاصطناعي يقوم الباحث بدراسة وتحليل الظواهر والنظريات السابقة، يعني المنهج ده ما بيجيبش حاجة جديدة. فهمت الفكرة؟ المنهج بتاع المنهج العلم المعاصر مش بيجيب جديد، ده هو اصلا بيعتمد على المنهج القديم، ده هو بيعتمد على المنهج التقليدي، يعني بيجيب نظريات نيوتن وبيجيب نظريات ارشميدس ويجمع النظريات دي كلها مع بعض كده ويدرسها مره واحده ويوصل لنظريه تانيه. فهمت حاجه؟ يبقى هنا بص يا بيه، في المنهج الفرد الاستنباطي يقوم الباحث بدراسه وتحليل الظواهر والنظريات السابقه بتاعت مين؟ نيوتن و و و بهدف ايه؟ قال لك الوصول الى فرد جديد، عاوز يوصل لفرد استنباطي جديد يقوم باختباره بالطرق التجريبيه المعروفه. الحته دي مهمه، يقوم باختباره بالطرق التجريبيه المعروفه، يعني هو بيوصل للفرد الاستنباطي، الفرد دوت لا يختبره. انا قلت لك قبل كده ان هو بيختبر النتيجه، هو بيختبر النتيجة مش بيختبر الفرد نفسه. يعني مثلا يقول لك ان المية ليها ضغط والهواء ليه ضغط، انت ماشي في الشارع فالهواء بقى عمال يطير بقى حاجات ومحتاجات، فانت مش شايف الهواء بس شايف الاثار المترتبة على الهواء. فانت لما بتيجي تعمل اختبار بطرق تجريبية، يعني اختبار بطرق تجريبية قال لك يعني يعتمد على الملاحظة والتجربة والمشاهدة، نفس الكلام بتاع مين؟ بتاع المنهج التقليدي. فالاختبار هنا يا شباب بيتم على النتيجة. نقول تاني، الاختبار هنا يا شباب هيتم على النتيجة، النتيجة النتيجة، نتيجة الشيء، نتيجة ضغط الهواء، نتيجة ضغط المية، ماشي. يبقى في المنهج الفرد الاستنباطي يقوم الباحث بدراسة وتحليل الظواهر والنظريات السابقة بهدف الوصول إلى فرد جديد، يبقى هيوصل لفرد جديد، بس خد بالك الفرد الجديد دوت لما اختبره اختبره بالمنهج القديم، اختبره بالمنهج بالصورة ايه؟ بالصورة التقليدية ديت. خلاص، بس لما اجي اختبر اختبر ايه؟ اختبر الفرد؟ لا، ده الفرد ده في دماغي، لما اجي اختبر هختبر الايه؟ النتيجه المترتبه على الشيء ده. خلاص، ناخد اخر حاجه جاي كده، الفرد بقى. بص يا بيه، الكلام والحكايات والروايات اللي انا كنت بحكيها من شويه، يقول لك الفرد لا يبدا الباحث في المنهج بقى التقليدي، لا يبدا الباحث باي راي مسبق، فهدفه العثور على تفسير جديد للظواهر. يعني نيوتن هو اول واحد اكتشف قانون الجاذبيه الارضيه، يعني ما خدش القانون دوت من حد. ركز معايا، يبقى المنهج التقليدي لما بيجي هو بيجي يبدا بيجيب حاجه جديده، بيجيب حاجه مختلفه، بيجيب حاجه ايه جديده، حاجه مختلفه، عشان كده هيسميها من الدرجه الاولى. ركز معايا، لا يبدا الباحث باي راي مسبق، فهدفه هو العثور على تفسير جديد للظواهر، اي انه فرد من الدرجه الاولى. يعني ايه فرد من الدرجه الاولى؟ يعني اول واحد يضع تلك الفرد، يتم التوصل اليه من خلال حاجه اسمها الملاحظه الدقيقه، لان انتم عارفين ان المنهج الاستقرائي بيبدا اول خطواته بالايه؟ بالملاحظه. تمام. طب الفرد بقى في المنهج العلمي المعاصر لا، عكسه، بيقول لك ايه؟ الباحث يبدا بتاسيس الفرد الصوري، الفرد اللي هو الصوري يعني اللي هو داخل جوه دماغي، اللي هو عباره عن ايه؟ خيالات في البدايه. ها الباحث يبدا بتاسيس الفرد الصوري ثم يقوم بتفنيده، يعني تجذيبه. هنا العبقريه،
يعني هقول لك حاجه، نيوتن توصل حاجه اسمها قانون الجاذب الارضي. انا بقى هاجي لو انا هعمل تجربه وملاحظه عشان اصدق الفرض، المنهج التقليدي كان بيعتمد على تصديق او اختبار صدق الايه، صدق الفرض. طب فين العبقريه، فين الاندهاش لما انا اقعد مثلا 20 سنه عشان اطلع اقول لك بعد ما اعمل ملاحظات وتجارب و و و وكيت 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 وكيت، اجي اقول لك والله العظيم نيوتن كان معاه حق وفي حاجه اسمها قانون الجاذبيه. نعم يرحمك، يعني انت قعدت 10 سنين تطلع ميتين اهلنا معاك وفي الاخر تيجي تقول لي ان نيوتن كان معاه حق؟ لا، هنا مفيش عبقريه، العبقريه ان انا اقعد 10 سنين احاول اكذب الفرض بتاع نيوتن عشان اوصل لنتيجه جديده. هنا بقى العبقريه. هديك مثال ابسط لك بالحته دي. انا عالم اخترعت دواء لفيروس كورونا، والدواء دوت فيه نسبه، فيه مشاكل بنسبه مثلا 50%، بس الناس بتاخده، الناس مضطره تاخد ليه الدواء ده. جه واحد تاني، عالم تاني، قعد يعمل ابحاث عشان يكذب الدواء بتاعي وطلع دواء جديد. بص بقى العبقريه، بعد ما يكذب الدواء بتاعي يعني افشل الدواء بتاعي، طلع دواء جديد مثلا في نسبه الشفاء فيه ب 75%، 85%، 95%. هنا العبقريه. يجي وراه عالم تالت يكذب الدواء بتاعه دوت ويعمل دواء نقي مثلا بنسبه 90%، يجي وراه عالم رابع يعمل دواء مثلا بنسبه 95%، وهكذا وهكذا وهكذا، عشان العلم يرتقي. خد بالك العلم مش ثابت، العلم احتمالي، فدايما النظرات ديت دايما ايه، متغيره. ركز معايا. فالعبقريه لما انا اجي اقول لك انت كذاب وانا اديك الحل او اديك نتيجه احلى، فهي دي اسمها عبقريه. يبقى هنا المنهج التقليدي كان بيحاول تصديق الفرض، هنا بقى المنهج في المنهج العلمي المعاصر يقول لك لا، حاول تفنيد. يعني كلمه تفنيد؟ قال لك تكذيب الفرض. يبقى هنا الباحث يبدا بتاسيس الفرض السوري اللي هو في ام خيالك، ثم يقوم بتفنيده يعني تكذيب امه هذا الفرض استنادا عليه. قال لك الملاحظه والتجربه برضه. طب ايه اللي بيخضع للملاحظه والتجربه؟ النتيجه المترتبه، مش الفرض نفسه. اتفهمت؟ عشان هنحتاج الكلام دوت فيما بعد، ركز معايا. طب الفرض السوري، بص بقى، قد يجتاز عدد كبير من الملاحظات والتجارب الدقيقة، لذا فالفرد دوت بنعتبره فرد من الدرجة الثانية. ليه يا مستر تامر بنعتبره من الدرجة الثانية؟ لأن في حاجة اسمها فرد من الدرجة الأولى أهو. فهنا العلماء اللي هنا بياخدوا الفرد دوت، بياخدوا النظريات ديت بيدرسوها بطريقة مجمعة ويطلع لك بنظرية ثانية، بنظرية كاملة ثانية. يا رب تكون وصلت. يبقى هنا المنهج التقليدي فرض من الدرجه الاولى، اما المنهج المعاصر فرض من الدرجه الايه؟ فرض من الدرجه الثانيه. طولت عليكم بس عشان خاطر ايه؟ نحل مجموعه كبيره من الاسئله ورا بعض يعني. تمام. بص يا بيه، السؤال رقم 8. استخدم دي كام؟ 27 يا ماشي. استخدم العلماء منهج الاستقرار التقليدي المتمثل في الملاحظه والفرض والتجربه العلميه. ها اللي استخدم العلماء بقى اللي استخدموا ايه؟ العلماء المنهج الاستقرار التقليدي المتمثل فين؟ في الملاحظه والتجربه. ها فرض استنباطي ولا تقليدي ولا علمي؟ هيبقى فرض يا جماعه. ايه فرض تقليدي؟ سامع حد بيقول يا مستر فرض تقليدي اللي هم استخدموا ليه؟ الملاحظه كبدايه ثم الفرض ثم التجارب. طب السؤال رقم 9. لم يعد المنهج الاستقرائي التقليدي اهو، لم يعد المنهج الاستقرائي التقليدي يعني المنهج القديم اللي هو بيعتمد على الملاحظه، ملائم للبحث العلمي المعقد، لذا لجأ العلماء الى استخدام ايه؟ قال لك استخدام الفرض الاستنباطي. اهو الاجابه يا شباب، اهو لم يعد المنهج الاستقرائي التقليدي ملائم للبحث العلمي المعقد، لذا لجأ العلماء الى استخدام الفرض الايه؟ الاستنباطي. تمام. طب السؤال رقم 10. التكامل بين المنهج الاستقرائي والاستنباطي يسمى، التكامل ده بنسميه ايه؟ ها بنسميه استنباطي وتقليدي، وهيكون استنباطي. التكامل ده بنسميه استنباطي. تمام. 11. التكامل بين المنهج الاستقرائي والاستنباطي يسمى العلم المعاصر، والعلم التقليدي والعلم الاستقرائي والتجربه يكون ايه؟ العلم المعاصر. تمام. يهدف الى اختبار الفروض للوصول لقوانين تفسر الظاهره. طبعا تفسر، طالما قال لك تفسر اهو يبقى منهج تقليدي، اهو يفسر منهج تقليدي. يستخدم العلماء المنهج الاستقرار التقليدي المتمسك في الملاحظات والفروض والتجارب العلميه بهدف الوصول الى قوانين تفسر الظواهر. خلاص. تمام. السؤال رقم 13. يرتكز على مبدا السببيه، من غير ما نكمل يبقى العلم التقليدي، العلم التقليدي مبدا السببيه اهو رقم 3 في الغرض، لذا يرتكز على مبدأ السببية ويرتبط بالطرق الكمية. تمام. السؤال رقم 14. يقوم الباحث بدراسة الظواهر السابقة،
السابقة بهدف الوصول إلى فرض جديد. طالما أنا هدرس النظريات السابقة بتاعة نيوتن وأرشميدس و هيبقى إيه؟ علمي معاصر، هيبقى علمي معاصر. شفت؟ عايزك تفهم. تمام. يحاول الرقم 15، يحاول الباحث التوصل من خلال الفرض إلى تنبؤات علمية، أو تنبؤات، تنبؤات مش تفسير. طالما تنبؤات يبقى ايه؟ يبقى معاصر على طول. ثم يحدد بعد ذلك صدق الفرض او كذبه، يبقى نستخدم ايه؟ العلم الايه؟ المعاصر. رقم 15 تبقى العلم الايه؟ المعاصر. تمام. رقم 16، لا يبدا الباحث مشروع البحث باي اراء، باي راي مسبق. هنا الباحث لا يبدا براي مسبق، النظريه بتاعته زي بتاع نيوتن، يبقى ايه؟ العلم التقليدي. تمام، برافو. رقم 17، يبدأ الباحث بتأسيس الفرض السوري، وبعد ذلك يقوم بتفنيده، وبعد كده يكذبه، يعني يحط الفرض السوري في دماغه، وبعد كده يكذبه. هذا الفرض استنادا إلى الملاحظة برضه والتجربة، بس الملاحظة والتجربة بتبقى على النتيجة، يبقى إيه؟ هيبقى على علم المعاصر. تمام؟ أنت كده فهمت؟ أنا حاسس أنت كده فهمت. تمام. يجتاز رقم 18، يجتاز عددا كبيرا من الملاحظات والتجارب الدقيقه، ولذا ولهذا فهو فرد من الدرجه الثانيه، الفرد من الدرجه الثانيه، وانت مغمض عينك كده ايه؟ علم معاصر. تمام. رقم 19، يعد فرد من الدرجة الأولى، وأنت مغمض عينيك كده علم تقليدي. تمام؟ أنا عايزك تفهم، مش عايزك تحفظ. تمام. يمثل رقم 20، يمثل الخطوة الأولى في الطرق، في الطريق المنهجي للوصول إلى القوانين ثم إلى النظريات في مجال العلوم الطبيعية. يمثل الخطوة الأولى في مجال العلوم الطبيعية، يبقى الفرد في مجال العلوم الإيه؟ الطبيعية. تمام. 21، أن الباحثين لا يختبرون فروضا مفردة أو معزولة. مش هدرس الفرد بطريقه معزوله، وانما يختبرون انسقه كامله. يمثل ذلك احد خصائص، لا لا لا، ده ان شاء الله باذن الله هندرسه بطريقه مفصله المراجعه اللي جايه. وبكده شباب نكون خلصنا المراجعه بتاعتنا. لو حضرتك حسيت ان انت استفدت، شير الفيديو لكل اصحابك، واعمل لايك واعمل شير، ولو اي سؤال جه في ذهنك ابعته لي وانا هحل لك اي حاجه. السنه الجديده محتاج ان انت تستمتع، انجوي، استمتع بالباب التالت منطق، وبإذن الله هخليك تستمتع معايا، ما تقلقش من أي حاجة، بس أهم حاجة اعمل لايك واعمل شير واعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان المراجعة التانية توصلك. يا شباب أنا عامل قائمة تشغيل بمراجعة علم النفس، يا ريت تخشوا على قائمة تشغيل هتلاقوا مراجعة علم النفس، وبإذن الله أنا هنزلكم كل المراجعات، بس أهم حاجة كده شجعنا عشان الواحد بيبذل مجهود قاسي جدا جدا جدا. أهم حاجة تشغل دماغك، تحرك دماغك، أنت أقوى من أي حاجة. السلام عليكم.